تمر يعني أولى فقراتنا الصباحية مع أجواء العيد المستمرة. فقد احتفلت يوم أمس الطوائف المسيحية الشرقية بعيد ميلاد السيد المسيح الرسول المحبة والسلام بأجواء ما بتشبه أعياد ماضية بسنوات سابقة مرت على بلدنا سوريا. اليوم العيد مختلف مع الانتصارات اللي عم يحققها الجيش العربي السوري. أكيد أريج، لنعرف كيف كانت الأجواء، كيف عاشت الطائفة الأرمنية في سوريا؟ معنا المدرسة سونا أندريان، عضو بجمعية الصليب بإغاثة الأرمن. يسعد صباحك وكل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بخير يا رب. صباح الخير وينعاد عليكم يا رب دائما. ينعاد عليكم. بيقول بالأرمني كريستوس زنابيف هايت نتساف تزي ميزي ميتس أفيديس. يعني اليوم ضمن أجواء العيد، خبرونا كيف عم تحيوا هذا اليوم ميلاد السيد المسيح؟ هو العيد هالسنة غير كل الناس، كل العالم فرحانة ومبسوطة الحمد لله بعد سنوات الماضية بالأزمة. هلا الحمد لله سلام وأمان، الكل مبسوطين وفرحانين، أجواء حلوة كثير كثير. طب خلينا بما انه عم نحكي عن العيد وذكرتي نقطة كثير مهمة انه الأجواء كانت مختلفة هي السنة، خلينا نحكي عن اختلاف هي السنة. يمكن مع تغطياتنا بالأخبارية السورية في المحافظات السورية جميعا شفنا الفرح هي السنة مختلف. يعمل المحافظات السورية شفنا سوريا عم تلبس ثوب النصر والفرح سوا، كان في أجواء مختلفة، في فرح عارم عم يعم البلد. خلينا نحكي عن هيدا الاختلاف، بعد 7 سنوات كان في شيء يمكن خاص هي السنة. أكيد كل شيء خاص كان، مثل ما قلت سنوات اللي عشناها بحزن بألم بتعتير هيك متشنجين، ولكن صبرنا صبر الشعب والحمد لله على هالأمان والسلام والانتصارات. الجيش العربي السوري عن جد بنوجه لهم تحية خاصة. أجواء مختلفة، يعني منشوف الساحات مزينة مضواية بشجرة الميلاد، شوارع مضواية مزينة بكل الشوارع، والبيوت كلهم مزينة مضواية، الكل فرحان الحمد لله. يعني شو هي أبرز العادات الموجودة عند الأرمن بهذا اليوم؟ شو الطقوس اللي بيقوموا فيها بالإضافة يمكن لحضور القداس الإلهي؟ نعم، عيد الميلاد وعيد الغطاس، نحن الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية بيحتفل بعيد ميلاد سيد المسيح وعيد الغطاس، وهي معمودية يوم معمودية المسيح في نهر الأردن، بيحتفلوها بيوم 6 كانون الثاني من كل سنة. وبيبلش تحضيرات العيد من قبل عدة أسابيع أكيد، يعني بتزيين البيوت، إذا في أطفال تحضير ثياب جديدة للعيد، منزين البيوت ووضع شجرة الميلاد منزينها بالأجراس ومنحط على قمة الشجرة نجمة بيت لحم أكيد تحت الشجرة أو إلى جانبها، منحط مغارة الميلاد، منحط الطفل يسوع المسيح داخل المغارة بالمزود. مثل ما بتعرفوا هي المغارة الميلاد هي رمز التواضع، فسيد المسيح بميلاده أعطى رسالة التواضع والتسامح والمحبة للعالم. طيب خلينا نحكي بهي السهرة، أنتم كطائفة أرمنية كمان في عادات وتقاليد خاصة فيكم، خلينا نحكي عن الأكلات الأرمنية كمان بهيدا اليوم اللي هي كمان مختلفة وإلى طابع خاص ونكهة خاصة. أنا بدي أحكي أنه الاحتفالات ببلش من يوم 5 كانون الثاني، ببلش بطقوس دينية، بيكون حيث تقام صلوات مقدسة لعيد الظهور، وبعد القداس المؤمنين بياخذوا معهم شعلة النور إلى بيوتهم عن طريق شموع أو قناديل، وهي بيرمز نور المسيح، نور نجمة بيت لحم اللي الذي أنار طريق المجوس إلى مكان ولادة المسيح، بيتباركوا فيها، بياخذوا الشعلة إلى بيوتهم. ومن ثم في مثلا جوقات كنسية أو من نوادي الكشفية هيك مجموعات شباب هي عادة وتقاليد تراثية بيدوروا على البيوت
وبيبشروا بميلاد المسيح. في ترانيم خاصة بيغنوها بليلة البشارة. وهون حابة هيك نوه إنه كلمة بشارة بالأرمني معناتها أفيديس، وهاد بيحتفلوا فيها الأرمن خاص لإلهم عيد التسمية. فمن هون بحب هني كل شخص بيحمل اسم أفيديس أو آفو، إن شاء الله يا رب ينعد عليهم صحة وسعادة. ومن بعد زيارة الهيك البشارة آخر الليل بيجتمعوا أفراد العائلة والقرايبين والأصحاب حول مائدة العشاء الميلادي. وأكيد في أطباق مختلفة لأن المطبخ الأرمني غني بأكلات، بس أهم شيء حابة أحكي عن أكلة تقليدية وتراثية لازم يكون متواجد بهالمائدة، هي اسمها أنوش أبور. هي عبارة عن رز مطبوخة بالعسل وفواكه مجففة مثل مشمش خوخ أو زبيب، وبعدين بينطبخوا وبتزين بالمكسرات جوز ولوز. هي في أكلة المفضلة منكهات ممكن قرفة وجوز سند هيك. تمام، يعني بالفعل في عادات وتقاليد كتير حلوة بيعيشها الواحد ضمن العيد. وذكرتينا موضوع كتير حلو انه بعد الشبيبة بيدوروا على بيوت وبيبشروا حتى يمكن بيعصفوا كمان. يعني قديش حلو وقت الواحد بابه يندق ويفتح لأشخاص وما بيعرفون عم يعايدوه وعم يحتفلوا معه. هاي الطقوس ما توقفت أبدا بالحرب. أكيد ما توقفت، شوي كان مقتصر مختصر شوي، بس هالسنة كل العائلات نحن كمان يعني نقعد نستناهم لحتى نضيفهم نسمع بشارة المسيح ميلاد المسيح. وأجواء حلوة كتير كتير، كل العائلات بيقعدوا بيستنوهم. هي يمكن عادات وتقاليد جميلة لما مثل ما قالت قريج يندق الباب، لأنه بنعرف في كتير من الناس خلال الحرب خسرت عزيز أو قريب، فلما يندق الباب على حدا ويعايده ويشاركه هيدا الفرح كتير حلو. يمكن هي التفاصيل ما بنشوفها بالمجتمعات الأخرى. المجتمع العربي بعده حافظ على هي العادات والتقاليد. هي البسمة يمكن والفرحة لما تشوفوها مع الجار ممكن مع الصديق، قديش فعلا بتعطيكم حافز انه فعلا هي طقوس لازم نحافظ عليها. يعني قد ما تطورنا بالزمن وقد ما دخلت التكنولوجيا لحياتنا، لا في عادات وتقاليد وطقوس لازم نحافظ عليها. اكيد لازم نحافظ على التراث والتقاليد اللي تورثناهم من اجدادنا ونكمل فيها، لان فعلا مثل ما قلتي حضرتك انه بيعطي حافز للامل والفرحه. يعني كتير حلو هيك تفوتي بيوت مثلا فيهم صغار هيك تشوفي البسمة على وجوههم. وكمان في مثلا تبادل الهدايا إذا في صغار بالبيت مع زيارة البابا نويل. أكيد كمان أكيد شغلة حلوة كتير ما لازم ننساها، لأن الشغلات المعنوية أحيانا أحلى بكتير من الشغلات المادية. إن شاء الله يا رب سنة الجاية وسنوات القادمة يكون أحلى وأحلى إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. يعني مثل ما ذكرنا أنه 6 الشهر هو عم تحتفلوا بعيد ميلاد السيد المسيح بتزامن مع معمودية السيد المسيح عيد الغطاس. كيف يعني بتدمجوا بين العيدين؟ نعم، مثل ما قلت 5 كانون الثاني بيكون عيد الظهور وعيد البشارة وميلاد المسيح، و6 كانون الثاني كمان تقام صلوات مقدسة بالكنيسة. بعد الصلوات المقدسة بيكون تبريك الماء بالصليب المقدس والميرون، هي بدل على معمودية سيد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن. يعني بالإضافة للشماء اللي بياخدوها لبيوتهم في الماء المبارك كمان المبارك بيتاخد كمان على البيوت. بعد ما بيقوم أباء الكنسي بمباركة الماء بياخدوها وبيتباركوا فيها بياخدوها معهم على البيوت. طيب سونيا خلينا نحكي عن جمعية الصليب إغاثة الأرمن، شو النشاطات اللي بتقوم فيها؟
خلال شهر الميلاد؟ أكيد خلال مثل ما بتعرفوا جمعية الصليب لإعانة الأرمن هي جمعية خيرية بتساعد الفقراء والعجزة والأطفال. أكيد عملوا عدة نشاطات، عملوا احتفالات بابا نويل للأطفال لأعضاء الجمعية، وزعوا هدايا للأطفال وهيك لأعضاء الجمعية كمان. هل للعام الجديد يمكن في خطط ومشاريع عم تحضروا لها بالجمعية، عم تخططوا ل يمكن مبادرات جديدة؟ أكيد ما بيخلى الأمر خلال السنة دائما في نشاطات بس ما في يكون في اجتماع لكم أعضاء الجمعية تحضيرات من خلالها بتعملوا جرد للسنة الماضية شو هي النشاطات أو شو يمكن نعم. الفئات اللي نحن قدرنا نوصل إلى لازم نعمل مثلا خطة جديدة يكون في عدد أكبر نوصل له، يكون في عندنا أهداف جديدة نقدر نحققها لنمارس نشاطاتنا يمكن بالجمعية مثل ما قلنا بتحافز وتحدي أكبر نوعا ما. نعم هي خلال السنوات الماضية مثل ما قلنا اختصرنا كل شيء ولكن ما توقفت الجمعية لمساعدة للأعمال الخيرية تقديم المساعدة، ولكن بهالمرحلة بما أنه صرنا بمرحلة إعادة إعمار سوريا نحن كجمعية نسائية نحن عندنا أهداف لحتى نوسع أعمالنا الخيرية لحتى نقدر نعطي حافز للعالم أمل للمستقبل. أكيد في نشاطات مبادرات رح نعملها السنة الجاية وإن شاء الله هيك نقدر هيك نساعد بإعادة الإعمار إن شاء الله يا رب. نعم. سيدة سونا أندريان بدنا نتمنى لكم كل التوفيق بالجمعية وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله أنت وعائلتك تضلوا بخير وكل محبينك يا رب. شكرا لكم إن شاء الله أنتم كمان ينعاد عليكم الصحة والسلامة. حابة هيك وجه هني سيد الدكتور رئيس الجمهورية دكتور بشار الأسد والسيدة الأولى، إن شاء الله هيك سنة الجاية سنة 2019 يكون سنة مليئة بالفرح والسعادة وبميلاد المسيح رسالة المحبة، نتكاتف بمحبة نبني وطننا إن شاء الله يا رب. كل العالم كل المشاهدين ينعاد عليهم، كل سنة أنتم سالمين. أكيد بدنا نشكرك ست سونيا أندريان عضو بجمعية الصليب لإغاثة الأرمن على وجودك معنا وإن شاء الله يا رب رح نرجع نعمرها إيد بإيد. بنعايد كمان جميع الطوائف المسيحية أكيد نقول لهم ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلام على بلدنا الحبيب سوريا. شكرا كثير لك. شكرا يعطيكم ألف عافية.